بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون الإنسان هو مقصود إنزال هذا الكتاب، ليكون الإنسان هو مقصود إنزال هذا الكتاب، فالإنسان مقصود رسالات السماء. فما أنزل الله عز وجل الكتب، وما أرسل الله عز وجل الرسل وجعلهم مبشرين ومنذرين إلا ليهتدي هذا الإنسان بهدى الله، وإلا ليدخل هذا الإنسان في الضمانة الربانية التي فيها الخير كله لهذا الإنسان، وهي قول ربنا عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهي قوله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله عز وجل العليم الحكيم الرحيم الرحمن جل جلاله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليدخل هذا الإنسان في هذه الضمانة، فتكون حياته طيبة في هذه الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة، وليكون من الفائزين السعداء في الآخرة. فهذا الأمر الذي لأجله أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل. ولما كانت حكمة الوجود، حكمة خلق الكون على هذا النظام وهذه الطريقة، وحكمة خلق الإنسان على هذه الخلقة وهديناه النجدين، لما كانت الحكمة في هذا التدبير الحكيم العظيم الرباني، إنما هي الابتلاء والامتحان، كما قال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه هي الحكمة التي كان فيها هذا التدبير والتنظيم لهذا الكون على هذه الطريقة، ليبتلى هذا الإنسان، وليمتحن هذا الإنسان. والحكمة من هذا الابتلاء أيضاً هي أيضاً ما ذكره الله عز وجل: ليميز الخبيث من الطيب،
وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وكما قال ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا التمييز بين الصادق والكاذب، بين المؤمن والكافر والمنافق، هذه حكمة عظيمة. ولما أدركنا هذا من كتاب ربنا جل جلاله عرفنا قيمة هذا الهدى الذي أنزله الله عز وجل في كتابه. ولذلك من تدبر القرآن وقرأ القرآن ووقف مع آيات القرآن يجد أن القرآن لم يزل منذ أن نزل وإلى يوم الناس اليوم، وسيبقى هذا العمل وهذه الفاعلية لهذا الكتاب العظيم، أن القرآن لم يزل يربي هذا الإنسان المسلم ويربي هذه الأمة على إعمال الفكر لقوم يتفكرون لعلكم تتفكرون. فالقرآن لم يزل يربي هذا الإنسان ويربي هذه الأمة على إعمال الفكر والاستدلال وتعرف المسببات من أسبابها في سائر أحوالها في التشريع وفي المعاملة، وذلك كله لينشئ هذا الإنسان وهذه الأمة، ليكون الإنسان وتكون الأمة أمة علم وفطنة لا أمة جهل وعتو. فالقرآن لم يزل ينشئ هذا الإنسان على هذه الطريقة وعلى هذا المسار، ليكون الإنسان المؤمن صاحب علم وصاحب فطنة. ومن الأمور التي كانت محل هذه العناية وهذه الطريقة الربانية التي جاءت في القرآن الكريم قضية العداوة، فلم يترك هذا الأمر للعبث ولم يترك هذا الأمر للهوى ولم يترك هذا الأمر لغرائز الإنسان، وإنما هدى القرآن ضبط هذا الأمر. وها نحن في هذا المقطع من هذه السورة المباركة، وهي سورة آل عمران، والآيات التي نقف معها هي خلاصة القسم الأول من هذه السورة، قرابة 120 آية، وهي تتحدث وهي تعرض وهي تقرر حقائق عظيمة في أمر العلاقة بين المسلم وأهل الكتاب. 120 آية، أكثر من نصف سورة آل عمران فيما يتعلق بتلك الضوابط
التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها وأن يتعلمها وأن يمتثلها، وعرض تلك الأمور إنما كان من خلال واقع عملي ووقائع وأحداث عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم بعد هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وتلك العلاقة وتلك الوقائع وتلك الحقائق التي يوقف القرآن هذا الإنسان المسلم ليربيه عليها كانت البداية في تلك الآيات من خلال ذلك الوفد الذي جاء من جنوب الجزيرة من نجران، من نصارى نجران، وجاءوا وفداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً في تلك الوقائع والأحداث التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود الذين كانوا سكنوا المدينة وانتقلوا إليها، فأيضاً كانت هناك وقائع وكان اتصال وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكان البلاغ منه عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، كانت بينهم وبين القوم علاقات، وكانت بينهم وبين القوم تجارة ومبادلة منافع، بل كان بينهم وبين القوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبعث والله عز وجل يشرح صدورهم للإسلام، ويبقى أولئك على ملتهم ولا يقبلون، فكيف سيكون التعامل وكيف ستكون العلاقة؟ هل ستبقى المحبة كما كانت؟ هل ستبقى المودة كما كانت؟ أو ماذا يكون العمل؟ وبين صريح الإيمان وصريح الكفر نشأت فئة بينهما وهم أهل النفاق، فإن لقوا المؤمنين قالوا نحن معكم، وإن لقوا الكافرين قالوا نحن معكم. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، والله عز وجل محيط بكل شيء، والله عز وجل يعلم السر وأخفى. فتلك الأمور التي يسرون بها والتي لا يطلع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قد آمنوا بالله والله هو العليم، فتظهر الآيات أن الله جل جلاله لم يتخلى عن عباده وأوليائه، وأن الله علمهم وأن الله أطلعهم وأن الله عز وجل أظهر لهم تلك الخفايا وذاك الكيد وذاك المكر وجلى لهم هذا الأمر. لذلك قال من قال من المفسرين أن الله عز وجل لم يزل من خلال هذه الآيات يربي
هذا الإنسان المسلم ويربي هذه الأمة على إعمال الفكر وعلى الاستدلال وتعرف المسببات من أسبابها في سائر أحوالها، في أمر المحبة، في أمر البغض، في أمر العداوة، في أمر الاجتماع، في أمر السلم، في أمر الحرب، كل ذلك لم يكن متروكاً للهوى، لم يكن متروكاً للهوى. ونجد في هذه الآيات المباركات الست الأخيرة التي بعدها تنتقل الآيات إلى قضية أخرى، نجد أن هذه الآيات الست كيف لخص من خلال كلماتها كل ما ذكره الله عز وجل في 115 آية سابقة، وهو يخبر عن هؤلاء وعن عملهم وعن كيدهم وعن مقابلتهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وإذا بخلاصة ذاك العرض كله أن الله عز وجل يفطن المؤمنين ليعرفوا خصومهم، وأيضاً يفطنهم على أي أساس يقيم العداوة. فالقضية ليست قضية هوى، والقضية ليست قضية عبث، وإنما القضية أن هناك أمر وحكمة ربانية عليها يقوم هذا الأمر، وهو قضية العداوة. فلذلك يخبر الله جل جلاله أول شيء قضية العدل والإنصاف، أن أهل الكتاب ليسوا سواء، فبين أنهم ينقسمون إلى قسمين وإلى فئتين، ويخبر عن ذلك. فلذلك لا يكون الإنسان ظالماً في حكمه، فكان ذلك أساس. ويخبر أن الفئة الأولى التي أحسنت وما بغت وما ظلمت وأرادت الحق، فإن الله عز وجل لن يهضمهم عملهم الصالح، وهذا في قوله عز وجل: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. ثم يأتي إلى الفئة الثانية ليبين حالهم مع ربهم، ويبين حالهم مع كتبه التي أنزلها، ويبين حالهم مع رسله الذين أرسلهم، ويبين حالهم مع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ويبين حالهم مع المؤمنين بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، لكي تتضح الصورة ويقف المؤمن موقفاً عن علم وعن بصيرة وليس عن هوى. فأخبر الله عز وجل عن ذلك في هذه الآيات، وهذا ما وقفنا معه مع هذه الآيات في الأسابيع الماضية، ونقف اليوم مع آخر هذه الآيات، وهو قول الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة
يفرح بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وهنا حقيقة أيضا قبل أن نقف مع هذه الآية الكريمة، هذه الخلاصة والخاتمة بهذا البيان، بهذا البيان وهذه الكلمات التي من قرأها متدبرا أعطته منهجا واضحا في التعامل مع أعدائه، وكيف يزن العداوة، وكيف يقيم العداوة على أي شيء، على أي شيء. فعندما يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن هي عداوة لمن يعاديك، عداوة لمن يبغضك، عداوة لمن يحرص أن يجعلك في عنت ومشقة، عداوة لمن يسعى أن تكون على فساد، وليست قضية باختيارك أو بهواك. وأيضا ثم يقول جل جلاله: ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وهم أي لا يؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم يقول عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذن من هؤلاء الذين الله عز وجل يأمرنا بأن نتخذهم أعداء؟ هم هؤلاء الذين يعاملون وعاملوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الميزان في التعامل. فالله عز وجل يقول لأصحاب رسوله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم أعداء. وأقول هذا الحشد حقيقة إذا تأملنا ما سيأتي بعده من الآيات، فإن الآيات التي بعد هذه الآيات تحدثنا عن غزوة أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فناسب أن يكون هذا الذكر وهذا الحشد لهذه الأوصاف والصحابة تهيأ نفوسهم لمنازلة أعداء الله عز وجل، فتحتاج تلك النفوس أن تدخل إلى تلك الغزوة وقد عرفت على أي شيء هي تنازل هؤلاء، ولماذا تنازلهم، ولماذا تقاتلهم. وأن القضية قضية الدين، قضية الكتاب، قضية الرسل، قضية الإيمان بالله جل جلاله. ها
هذه الآية الكريمة: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. قال العلماء في هذه الآية بيان لفرط معاداة هؤلاء الكفار للمؤمنين، أنها تخبر عن مدى ما في نفوسهم من الكره لأهل الإيمان ومن البغض لأهل الإيمان، وتخبر عن التناهي الذي وصل إليه هؤلاء في معاملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوا التناهي في هذا البغض وفي هذا الكره. كيف وعلى أي أساس؟ قال العلماء وأخبروا عن هذه النتيجة عند هذه الآية الكريمة، قال الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. المراد بالحسنة الحال، إن أصابكم حال حسن، حال طيب. إن تمسسكم، المس أصله المس بالبدن، أصل كلمة المس أن يكون ذلك بالبدن، المس بالبدن، ثم أطلقت هذه الكلمة على كل ما يصل إلى الشيء فيكون ماسا، فلذلك يقال فلان مسه التعب، فتطلق على الأشياء المادية المحسوسة وعلى الأمور المعنوية. طيب، إن تمسسكم حسنة، إذن الحسنة الحال الطيبة. هنا ذكر العلماء أمور مما نزل بالمسلمين من الأمور الحسنة، فذكروا أمثلة من ذلك. قالوا: إن تمسسكم حسنة ما حصل لكم من الانتصار في بدر، والغنيمة التي الله عز وجل نفى لكم إياها. ومن العلماء من قال: إن تمسسكم حسنة إعانة الله لكم على أعدائكم. ومن العلماء من قال: إن تمسسكم حسنة هذه الألفة والاجتماع الذي أكرمكم الله به إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حسنة، إن تمسسكم حسنة، الألفة والجماعة والأخوة. ومن العلماء من قال: إن تمسسكم حسنة كل منفعة وكل خير، كل منفعة وكل خير. إن تمسسكم حسنة، هنا قال العلماء، ننتبه، عندما قلنا أنهم قالوا أن الآية تبين التناهي وفرط معاداتهم، قالوا في قوله إن تمسسكم، قالوا ما قال إن تصبكم، قال لأن ما في قلوبهم من الغل والكره أن مجرد أن يمسكم أدنى شيء من الخير فإنهم يسوءهم ذلك ويبغضهم، أدنى شيء، أدنى شيء،
وأقل شيء من الحال الحسنة يصيبكم فإنهم يكرهون ذلك لكم. قالوا ولذلك قال إن تمسسكم حسنة فإنهم يكرهون لكم كل الخير بحيث لا يريدون لكم أدنى شيء من الحال الحسنة فإنهم لا يحبون ذلك لكم بل يسوءهم إن حصل لكم شيء من ذلك. وفعلا من تأمل هذا المعنى وإذا كان هذا الإنسان يكره لإنسان آخر مجرد أن تمسه أدنى صورة من الحالة الحسنة فإنه يسوء، إذن أي بغض في قلبه نحو هذا الإنسان وأي كره وأي حقد وأي حسد في قلبه نحو هذا الإنسان. ومثل هذا الذي يعاملك بهذه النفسية، ما هو دافع هذا التعامل؟ ما هو دافعه؟ دافعه أنك تؤمن بالكتاب كله، تؤمن بجميع الكتب، تؤمن بجميع الرسل، تؤمن بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، لذلك هو يعاملك بهذا التعامل لا لشيء آخر، لا لشيء آخر، لا لأنك أخذت ماله ولا لأنك أخذت أرضه ولا لأنك قتلت ولده، وإنما لأنك آمنت بالكتاب كله وآمنت بالأنبياء كلهم وصدقت بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فهم يعاملوك بهذا التعامل. ولذلك هل هذه الآيات نزلت والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا أموال يهود وأخذوا ديارهم وقتلوا أولادهم؟ لا، بعد لم يحدث شيء من ذلك، لم يحدث شيء من ذلك. فإذا ما الداعي لهذه الصورة التي ذكرت في هذه الآيات؟ ودوا ما عنتم، إنسان من أعماق قلبه أمنية في نفسه أن تكون في عنت، أن تكون في مشقة، أن تكون في شدة يتمناها من عمق قلبه. لماذا؟ وأنت أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا ديارهم ولم يأخذوا أموالهم ولم يقتلوا أولادهم ولم يسبوا نساءهم، لماذا هذا كله؟ الجواب ما ذكره الله، وتؤمنون بالكتاب كله، أي تؤمنون بأن التوراة كتاب الله أنزله على موسى، والإنجيل كتاب الله أنزله على عيسى، والقرآن كتاب الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم تؤمنون بالكتاب كله، أما هم فلا يؤمنون بالكتاب كله، لذلك عادوكم، ولذلك أبغضوكم، ولذلك ودوا ما عنتم، ولذلك إن تمسسكم حسنة تسؤهم. فإذا في قوله عز وجل إن تمسسكم حسنة، هذا المعنى اللطيف أن مجرد مس الحالة الطيبة بكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء يعتريهم السوء ويعتريهم البغض وتثور ثائرة الحسد والغل في نفوسهم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم.
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب هنا لماذا قال، لماذا لم يقل وإن تمسسكم سيئة مثل الأولى؟ وقال هنا وإن تصبكم سيئة. قال العلماء لأنه هنا سيكون الإصابة هي الأبلغ، كيف؟ وهي التي تدل على التناهي في البغض. قالوا الإنسان إذا أبغض إنسان فإن نزل به السوء يفرح، ولكن كثيرا ما يكون إذا نزل الألم والمصاب الشديد، فإن فطرة الإنسان والرحمة التي في أعماق نفسه سوف تجعله يتراجع من عندما يرى الألم الذي نزل بهذا المصاب، ويخفف من بغضه ومن غلوائه ومن حنقه. قال أما هؤلاء إذا نزل بكم الشيء الشديد فإنهم في منتهى الفرح. وهنا يقف الإنسان أيضا، هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا المستوى في البغض والتناهي فيه، ما هو بداعي الغريزة يجعل الإنسان يميل إلى الرحمة أو يخفف الغلواء التي تكون في نفسه، وإذا بهؤلاء يتعاملون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعامل. وإن تصبكم سيئة، تصبكم أي تحل بكم وتنزل بكم وتتألمون من وقعها. لذلك هنا قال العلماء إن تصبكم سيئة، إن وقع فيكم قتل في نزال مع أعدائكم، وإن نزلت بكم هزيمة، وإن أخفقت لكم سرية، وإن أصاب عدو منكم وقتل منكم، وإن وقع بينكم خلاف وشقاق ونزاع، وإن وقع قحط أو جدب، وإن وقع غلاء سعر، فهم عند كل مصيبة تحل بكم يعاملونكم بالفرح على ذلك، يعاملونكم بالفرح، يفرحون أن ذلك نزل بكم. وهنا كما قلت هذا هو القرآن، وهو يربي الإنسان كيف يعمل فكرة. لذلك من كان يعاملك بهذه الكيفية هل هذا الذي تحبه؟ لذلك يقول الله لأصحاب رسوله ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، فهو يربيهم، لأن هؤلاء كما قلت العهد قريب والتعامل السابق ما زال قريب، ولكن يقول لهم انتبهوا، فإن كنتم تحبونه لما لسابق العهد، إن كنتم تحبونهم لما يظهرون لكم خداعاً يقولون آمنا وحقيقة الأمر خلاف ذلك، إن كنتم تحبونهم رغبة في هدايتهم وصلاحهم ورجوعهم إلى الحق، فاعلموا أنهم لا يحبونكم ولا يعاملونكم إلا
بهذا التعامل الذي يخبركم به العليم الحكيم، العليم الحكيم الذي يعلم السر وأخفى. فإذن في قوله عز وجل وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، والفرح ولاحظوا جاء بالتعبير هنا الفرح، فإن الإنسان الفرح لا يستطيع أن يخفيه الإنسان، يظهره ويعلنه ولا يبالي بمن يطلع على فرحه. فإن هؤلاء والمصيبة تنزل بكم فإنهم لا يتمالكون أنفسهم إلا أن يظهروا فرحهم بذلك. إذن هنا نستوعب العلماء عندما قالوا أن في هذه الآية بيان لفرط معاداتهم وبيان لتناهي ما وصلوا إليه في المعاداة، فوالله صدقوا. لمن تأمل معاني هذه الكلمات ودلالاتها، الفرح ما يقال عن إنسان فرحان وهو يكتم ذلك في نفسه، إن كيف تعرف أنه فرحان؟ لا تعرف أنه فرحان إلا بما أظهر وبما أعلن وبما ترى على وجهه وبما ترى من أعماله وبما تسمع من أقواله. فيقول الله وإن تصبكم سيئة يفرحوا، وفي قوله بها أي فرحهم لأجل ما نزل بكم من المصيبة، تأكيد على أن ما أظهروه إنما هو بسبب ما نزل بكم. فهذا البيان الشافي وهذه التربية القرآنية لنفسية هذا الإنسان المؤمن لكي يستبصر ويعلم أن الله عز وجل عندما قال له أن هذا عدوك إنما بني هذا الأمر على هذه النتائج وعلى هذه الأمور، وأن الإنسان يعمل فكرة، ولذلك لا يكون من حزم هذا الإنسان المؤمن أن يأتي إلى ما يكون سبباً في نصرته وعزته ويبوح به لمن يعامله بهذا التعامل، لا يكون، لا يكون. ولذلك قال الله بهذا التوجيه الصريح يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وعرفنا البطانة والظهارة وعرفنا الشعار والدثار، فالبطانة هو الثوب الذي يلامس الجسد، والظهارة هو الثوب البعيد عن الجسد من الخارج، والشعار هو الثوب الذي يلامس الجسد وشعر الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار، يعني قربهم من كقرب الثوب الذي يلاصق جسده. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير القريب منكم وهم أهل الإيمان. لماذا؟ لأن أولئك لا يألونكم خبالا، لن يقصروا، لن يقصروا في أي شيء
ينزل بكم ويكون سبباً في عنتكم. فإذن وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فإذن هو حقد لا يذهب عند الشدائد، وهو حقد يزداد عند كل منفعة وحال حسنة. فهذا شأنهم. ثم يقول الله بعد هذا الإخبار كله وهذا الوضوح كله، يتجه الخطاب لأهل الإيمان، كيف؟ وهنا يقف الإنسان ليقول كيف المخرج من هؤلاء الذين عاملوا الصحابة بهذه الطريقة وهم جيرانهم في الدار، والإنسان البعيد قد تأمنه ببعده، لكن أولئك كانوا يسكنون المدينة، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، يسكنون في المدينة، وغيرهم يسكنون في خيبر، فكيف يكون المخرج؟ وهنا أيضا نجد القرآن الكريم وهذا الرب العظيم الذي لا يتخلى عن عباده وعن أوليائه، يعلمه ويبصره ويؤيده وينصره، ولكن إذا قاموا بالشر، لأنه ليس بين أحد وبين الله واسطة، أولئك أنزلهم الله تلك المنزلة من البغض والغضب واللعنة، لأنهم ما قاموا بأمري. وها أنتم أعلنتم الإيمان بالله جل جلاله، فالله لن يتخلى عنكم، ولكن أن تقوموا بالأمر كما أراد الله عز وجل. وهذه هي الوصية الربانية، وهذا العلاج الرباني من كل ما ذكر من هؤلاء الأعداء. وهل هناك علاج أفضل من علاج رب السماء والأرض؟ وهل سيجد الإنسان بيان يحقق له المنفعة أعظم من البيان من الحكيم العليم جل جلاله، الخبير اللطيف سبحانه وتعالى؟ فما هو المخرج وما هو العلاج والطريق الرباني في مواجهة ذلك كله؟ قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. جعل المخرج في كلمتين، جعل المخرج في كلمتين. وهنا نذكر بما نذكر به على الدوام وبين الألفينة والأخرى، الكلمة القرآنية. الكلمة القرآنية هي أصل المصطلحات العلمية الشرعية. كلمة القرآنية هي أصل كل المصطلحات، لأن القرآن الكريم هو أصل العلوم، وما وجدت هذه العلوم الشرعية كلها إلا لخدمة القرآن الكريم، ليفهم ولتستنبط الأحكام منه،
كل هذه العلوم، علوم الشريعة، غايتها الرجوع إلى هذا الكتاب لمعرفة مراد الله عز وجل من كلماته، لمعرفة مراد الله عز وجل من كلماته. ذلك الكلمة القرآنية هي مخرج، وهي طريق النجاة، وهي طريق الهدى، طريق الصلاح، طريق السعادة، الكلمة القرآنية. فالله عز وجل يخبر أن مقابلة ذلك المكر والكيد والبغض المتناهي بأن نمتثل بمقتضى كلمتين، وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا وتتقوا. الصبر الكلمة الأولى التي جاء الإخبار، وأنها الطريق الأول في النجاة إن تصبر. طبعاً هذا التوجيه هو تقوية لنفوس المؤمنين، تقوية لنفوس المؤمنين، وتعليم لهم، وأخذ بأيديهم إلى الخروج من ذلك المكر العظيم إن تصبروا. الصبر على ماذا؟ هنا وقف العلماء، فمنهم من قال أن الصبر هنا مرتبط بما أمر الله عباده، بما أمر الله عز وجل عباده به من الطاعة والعبادة، لأنه وجدنا أن هؤلاء يريدون إفساد المؤمنين، ويريدون كل أمر أمرهم الله عز وجل به، يريدون منهم أن يفعلوا غيره، وأن يفعلوا خلافه، وأن يفعلوا ضده. فقوله وإن تصبروا أي أن تثبتوا على أمر الله وعبادته وطاعته، ولا تنخدعوا بمكرهم وبكيدهم وبتزيين الباطل لكم، فإنهم يحببون إليكم الشهوات، ويحببون إليكم المعصية، ويحببون إليكم الفسق، ويحببون إليكم الجور، ويحببون إليكم الفرقة والنزاع، ويحببون ويبغضون إليكم الطاعة والعبادة، ويبثون الشبهات والشكوك. فقوله وإن تصبروا أي تصبروا على الطاعة، ولا تلتفتوا لكيدهم ومكرهم. تصبر، هذا المعنى الأول. ومن العلماء من قال إن تصبروا على أذاهم، لا تلينوا، لا تتراخوا، لا تضعفوا، وإنما تصبروا على ما ينالكم من الأذى وتدفعوه بقدر جهدكم. إذن هذا صب من العلماء من قال إن تصبروا هذا هو المراد، ومن العلماء من قال إن تصبروا على استمرار معاداته، ولا تتخلوا عن هذه المكانة، تثبتوا على هذه المعاداة ما داموا بهذه الطريق ويعاملونكم بهذه الطريق، فلا تلن قلوبكم ولا تنتقلوا
من معاداتهم، بل اصبروا على ذلك الأمر. إذن وإن تصبروا على طاعة الله وعبادته وامتثال أمره ولا يؤثر فيكم كيدهم ومكرهم وتلبيسهم وتشكيكهم وبث الشهوات التي يفعلوها، لا تتأثروا بذلك كله، اصبروا على دين الله وطاعته. اثنين، اصبروا على الأذى الذي يصيبكم فلا تضعفوا وتتركوا دينكم لما أصابكم من الأذى. ثلاثة، تصبروا على معاداتهم ولا تتنازلوا عن ذلك ما داموا يعاملونكم بهذا التعامل، وإن تصبروا. إذن هذه الأولى. وإذا نظرنا بين هذه الأمور الثلاثة فليس بينها تضاد، ولا مانع أن يكون المراد ذلك كله. تصبر على الطاعة، تصبر على ما يصيبكم من الأذى، وتصبر على استمرار معاداتهم ما داموا بهذا الوصف المذكور. ذلك كما قلنا الأوصاف هنا على أن العداوة ليست قضية عمى، ليست قضية يعني فقط عادي فلان وانتهى الموضوع، وإنما القضية لأجل أوصاف واضحة وميزان واضح. ولذلك إذا انتفت هذه الأوصاف تأتينا الآيات الأخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فالأمر إذا ليست يعني قضية مقياسها فعلا الميزان السليم والعقل السليم. الثانية بعد الصبر، قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا. تصبروا وتتقوا، التقوى هذه الكلمة العظيمة التي كثر ذكرها في القرآن العظيم، والتي عدت من الكلمات المحورية الرئيسة في هذا القرآن العظيم. كلمة التقوى، مدار مصطلح التقوى على الوقاية، وأن التقوى مشتقة من الفعل الثلاثي وقى، وصيغة من هذا الفعل اتقى. الخماسي اشتق من هذا الثلاثي وقى، والمراد اتخاذ ما تتم به الوقاية، اتخاذ ما تتم به الوقاية، والوقاية التي هي الحفظ والصيانة، الحفظ والصيانة. وهذا وكلمة التقوى من الكلمات كما قلت السامية الكبيرة، وهي تتلاقى مع فطرة الإنسان ومع غريزة الإنسان، فإن الإنسان يرجو أن تحفظ مصالحه وأن تصان مصالحه، فالإنسان ساع بهذا بموجب الخلقة، لأن الإنسان خلق حارثا همام، وحرثه وهمه نحو تحقيق النافع له. فعندما وجدنا أن التقوى تدور هذه الكلمة على حفظ وصيانة المنافع للإنسان والمصالح للإنسان، فأصبحت هذه الكلمة بهذه المكانة، وجاءت الشريعة لترتقي بهذا الحفظ، ليكون حفظ للدين وحفظ للبدن، ليكون حفظ للدنيا ويكون حفظ للآخرة، وأن منفعة التقوى
يتحقق منها تلك المنافع كلها. فوجود التقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أمر الرزق مع التقوى، أمر حفظ البدن مع التقوى، أمر مرضاة الله مع التقوى، أمر النجاة من النار والفوز بالجنة مع التقوى، أمر دخول الإنسان في مرضاة الله ورضوانه مع التقوى، بعد الإنسان عن سخط الله مع التقوى. وإذا بكلمة التقوى اتسع ميدان تأثيرها ليشمل كل تلك المنافع. فلذلك كانت كلمة في بهذه المنزلة. طيب قوله هنا وإن تصبروا وتتقوا، ما هو الأمر المكلف به الإنسان هنا؟ قال العلماء تتقوا، تصبروا وتتقوا أنكم تخافوا التقدم بين يدي الله عز وجل فيما ألزمكم وأوجب عليكم من حقه وحق رسوله فلا تخالفوا. الأول تصبروا على الطاعة، الثاني تتقوا أنكم لا تزيدوا ولا تغيروا ولا تبدلوا. هناك صبر على الطاعة، والثاني ماذا؟ عدم إحداث التغيير وإدخال شيء لا يرضاه الله وإن كنتم تفعلون الأول. إذن تثبتون على الطاعة ولا تحدثون شيئا جديدا، ليس هناك تبديل، ليس هناك إحداث، ليس هناك إدخال شيء في هذا الدين لا يرضاه الله بسبب كيد أهل الباطل. فليس إنسان أنه جاء بالطاعة كأنه يهون على نفسه أن يفعل بالشيء الآخر. فيكون دور التقوى هنا أنكم تخافون الله فلا تقدموا بين يديه بأي شيء إلا الذي ألزمكم به وأمركم به، فلا تحدثوا شيئا في دين الله جل جلاله.